بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. ونزيد نوضح، اللي يدعون الإسلام أغلبهم فاسقون خارجين عن قانون الله، وأغلبهم يكذبوا وقت يقولوا فلسطين هي قضية حق. شوفهم في مجونهم وأنانياتهم وإسرافهم، تلي خدر مالهم جاي من الحرام والمال من الحرام ومن الظلام، ويرجع إلى الظلام عن طريق المعاصي. أفهم بالضبط حال الغمة هذه، ما هيش أمة إسلامية إلا من رحمة ربنا، اللي أسلم حقا لرب العالمين وآمن به وباليوم الآخر وبالملائكته والقدر خيره وشره والرسل الكرام عليهم السلام، والحديث يطول والسلام علينا أهل محمد عليه الصلاة والسلام.